أكبر شمعة في العالم اليمنية بعدما عكف مجموعة من الشباب على صناعتها ضمن حملة عبر عن معاناتك بشمعة، رفضا منهم للوضع القائم الذي يعيشونه جراء انقطاع التيار الكهربائي بصفة يومية وسط اعتداء المسلحين على أبراج الكهرباء. سعي إلى بناء أكبر شمعة في العالم تعبيرا وتجسيدا عن ما يعانيه الشعب اليمني بكافة أطيافه وألوانه، هي رسالة للمجتمع الدولي بأن أكبر شمعة في العالم بنيت من معاناة الشعب، تجسيد بسيطة. نحن نقول أن هذه المبادرة الشبابية ستوصل رسالتنا للعالم بأكبر شمعة بأننا اليمن تحتاج إلى الكهرباء. مثقفون وسياسيون من مختلف الأطياف شاركوا في هذه الحملة حاملين الشموع في أيديهم ليساهموا في صنع هذا الإنجاز والذي ولدته المعاناة، معبرين عن استنكارهم لدور حكومة الوفاق التي عجزت عن كبح الاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء. مبادرة اليوم هي مبادرة تعبر بأسلوب حضاري راق عن تطلعات وطموحات الشباب تجاه ما يعتمل تجاه الوطن بعد أن وصل إلى حالة مزرية، خاصة في مجال الكهرباء. وهذه الوزارة العجائزية الجنائزية الكربلائية الفاشلة هي التي دعت إلى الناس، ولكن بهذا الأسلوب استطاع الشباب أن يعبروا عن هذا الازدراء الذي وصل إليه الشعب، وأيضا ما وصلت إليه وزارة الكهرباء خاصة والحكومة بشكل عام، وهو تعبير حضاري راق. الشباب الذين أكدوا عدم امتلاكهم حل لمشكلة الكهرباء إلا التعبير بهذه الطريقة تفاعلوا مع هذه الحملة والتي جاءت فكرتها من الواقع اليمني، وتقوم على جمع أكبر قدر ممكن من الشمع وإذابتها حتى اكتمال صناعة الشمعة الأكبر في العالم وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الشعب اليمني يعاني معاناة منقطعة النظير، يعني حتى أنه ارتأت مجموعة من الشباب لعمل هذه الشمعة التي ستكون وزنها أكثر من طن، مكونة من عشرات الآلاف من الشموع، لنكون شمعة الأمل للتنديد بما يحصل من انطفاءات المتكررة للكهرباء. وستدخل هذه الشمعة الأكبر شمعة في العالم موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتعبير عن ما يعانيه الشعب اليمني بطريقة حضارية وبطريقة جميلة. يعني هي إذن رسالة ارتأى هؤلاء الشباب إيصالها إلى حكومة الوفاق وبالتحديد وزارة الكهرباء، مفادها هرمنا جراء هذه المعاناة في ظل عجزكم المطلق، لكنهم يأملون في الوقت نفسه ألا تتعرض هذه الشمعة لاعتداء تخريبي من قبل المعتدين. خالد الصايدي، اليمن اليوم، صنعاء.